في البداية طبعا بحيي حضراتكم، وفي نفس الوقت أتوجه برسالة هامة جدا من داخل مجلس الشيوخ مع أولى أيام استلام المهام بصفة رسمية. ما شاء الله مهمتنا في مجلس الشيوخ هي إزاي أنت تطلع قانون أكثر جودة، أنت إزاي تشوف تعمل مقارنات ما بين القوانين الموجودة، وإزاي تحسن البيئة التشريعية في مصر بصفة الصفة التي منحها الدستور لينا طبقا للمواد. إن شاء الله بمقاطعة بوعدكم بإذن الله يكون أداء برلماني بإذن الله تكونوا راضيين عنه، وفي نفس الوقت إحنا كتنسقية شباب السياسيين لينا خطة إن شاء الله بإذن الله بدون مقاطعة تكون عند حسن ظنكم وحسن ظن المصريين جميعا. شكرا لكم.